معكم دكتورة نورة فايف مانت اناتومي. النهاردة هناخد شكل البرين ستام وازاي ايه العلاقة ما بين البرين ستام والسربيلا. نبدأ بسم الله. ده كده اجزاء البرين السريبرم اللي واضح عندي. طبعا المفروض السريبرم عبارة عن تو هاف رايت اند ليفت هاف زي ما انتم شايفين، تو هيمسفير وفي حتى ما بينهم فاصل واضح جدا ما بين التو سريبرم. لكن لو بصينا على البرين قلبناه كده وبصينا عليه من تحت هنلاقي ان في اكستنشن كده نازل، ده اللي بسميه برين ستام او جزء المخ. والبرين ستام تلات اجزاء زي ما انتم شايفين. الجزء ده بالتحديد، تعالوا بس نرجعه تاني، الجزء ده اهو اللي هو الجزء اللي تحت خالص ده من البرين ستام، ده بسميه المفروض الجزء ده بنسميه المظلة، وده اخر جزء من البرين ستام. الجزء اللي في النص بنسميه البونز، والجزء الاخير اللي فوق بسميه الميد برين. ده كده التلات اجزاء بتوع البرين ستام او جزء المخ تحت السريبرم او المخ. بعد كده لو لفينا وبصينا من ورا كده الواضح عندي الاستراكشر ده اللي بدأ يظهر عندي ده اللي هو تحت المخ نفسه اسمه السريبيلم، يبقى ده اسمه السريبرم. ده كده اللي فوق اسمه السريبرم باجزاء مختلفة، اما ده اسمه السريبيلم المخيخ. والسريبيلم لو جينا نبص عليه نلاقيه عبارة عن برضو عن نصين تو هيمسفير اللي واضح معايا كده في الرسمة. التو هيمسفير بتوع السريبيلم زي بالظبط ما السريبرم ليه له نصين تو هيمسفير في ما بينهم فاصل واضح، نفس الكلام التو سيريبيلم في ما بينهم طبعا عبارة عن نصين وفي ما بينهم فاصل. بس الاستراكشر اللي بيربط التو هيمسفير، في استراكشر كده بيربط التو هيمسفير في النص بتوع السيريبيلم اللي هو الاستراكشر ده كده بسميه الفيرمس. الفيرمس ده عبارة عن الميد لاين استراكشر اللي هيربط لي التو هيمسفير بتوع السيريبيلم مع بعضهم. ده كده بالنسبة للاستراكشر بتاع السيريبرم والسيريبيلم واحنا باصين من ورا. محتاجين بقى نخلي السيريبيلم ده يختفي عشان نبدأ نشوف أجزاء البرين ستام من قدام ومن ورا. نبدأ بقى كده ايه نخفي، اهو السيريبيلم بدأ يختفي معانا. تعالوا نشوف من قدام شكل البرين ستام عامل ازاي. يلا بسم الله. اول حاجة في البرين ستام واحنا بصين من قدام، البرين ستام عبارة عن تلات اجزاء. الجزء ده اسمه المظلة، المظلة عبارة عن تلات اجزاء لانها الجزء التالت برجع اشوف فيها تلات حاجات مميزة. اول حاجة الجزء ده اللي هو الليفيتد ونازل كده لتحت سواء الناحية دي او الناحية التانية اللي هو الجزء ده بسميه البيراميد. بعد كده نحرك الرسمة ونشوف الجزء ده، الجزء ده بالتحديد اسمه الاوليف. يبقى اول حاجة البيراميد، ده الاليفيشن بتاع البيراميد. بعد كده الاليفيشن بتاع الاوليف واضحين جدا معانا، البيراميد والاوليف اهو تاني، ده البيراميد وبعد كده الاوليف، في ما بينهم سلكس. السلكس ده اسمه انترولاترال سلكس، والسلكس ده يطلع منه كريان نيرف رقم 12 بكذا روت. نحرك الرسمه من ورا نلاقي بعد كده في حاجه اسمها انفيرور سيريبيلر بدنكل، وده هيبقى عباره عن فايبرز ماشيه في حزمه كده عشان تروح توصل المظله بالسيريبيلم من ورا. السلكس اللي ما بين الاثنين اللي هو هيبقى ما بين الاوليف وما بين الانفيرو بدانكل اللي هو السلكس ده اللي متنقط ده معايا، ده بوسترولاترا سلكس ويخرج منه كريان نيرف رقم 9 و10 و11 بالتدريج بالمنظر ده كده. ده كده بالنسبه للشكل من قدام بالنسبه للمظله. بعد كده هناخد البونز ونشوف شكله عامل ازاي. البونز من قدام ليله اول حاجه في سلكس في النص كده رفيع معايا، ده اسمه بازلر سلكس لانه ريليتد لشريان ماشي في النص اسمه بازلر ارتري. الشريان ده بيبقى موجود هنا بالظبط بالظبط، فهو ده الجروف مكانه. بعد كده الجزء الاليفيتد على الناحيتين اللي هو الجزء ده يا شباب، الجزء ده كده اللي هو البلج ده على الناحيتين سواء الناحيه دي او الناحيه الثانيه اسمه البازلر بورت او البيزس بونتس. وبعد كده جمع الفايبرز بتاعت البونز في بدانكل دخيل مهم جدا اسمه الميدل سيريبيلر بدانكل. ميدل لانه ماشي من النص، سيريبيلم سيريبيلر لانه رايح يمسك في السيريبيلم، بدانكل حزمه من الفايبرز كده راجعه لورا توصل لي البونز بالسيريبيلم. اخر جزء معايا هو الجزء اللي فوق، هو عباره عن الميد برين، والميد برين عباره عن تو بدانكلز اللي هما التو سريبرال بدانكلز دول رايحين يمسكوا في السريبرم، وما بينهم الدبريشن ده اسمه انتر بدانكلر فوسا. طبعا الدبريشن ده مش فاضي هنا دلوقتي، في حاجات اهم حاجه موجوده فيه هي الهايبو ثالامس، حاجه اسمها ماميلاري بادي بوستيريور بيرفريتد سبسنس، هنا تفاصيلهم مش واضحه قوي. وبعد كده بينزل من الهايبو ثالامس عصايه ستوك، الستوك دي بتوصل الهايبو ثالامس بالغده النخاميه دي كده بيتيوتري جلاند انتيرو لوب وبستيرو لوب، بتتوصل بالهايبوثالامس ونازله كده من انتر بدانكلر فوسا بهذا المنظر. مهم جدا الاستراكشر بتاع برين ستام من قدام. لو قلبنا وبصينا على البرين ستام فروم ذا باك من ورا اللي واضح معايا جدا
جدا جدا ويعني تحفة في المنظر اللي هو ده. نبدأ نعلم عليه ده كده الكافيتي اللي اسمه فورس فانتريكل. ليه بقى واضح معايا؟ لأن السيربيلم بقى في الرسم هنا فينت، مش واضح خلاص، كأنه يعني فراغ كده اللي هو باللون الجراي ده. ده كده السيربيلم بعد ما حاولنا نخفيه. فكده احنا باصين على البرين ستام من ورا. اهم حاجه عندي الكافيتي اللي اسمه فورس فانتريكل. فورس فانتريكل ده عباره عن كافيتي ما بين البرين ستام وما بين السيربيلم، عشان كده بنشوفه واحنا باصين على السيربيلم فروم ذا باك. ده كده الفرونت مش واضح معايا، فروم ذا باك يبدا يظهر الكافيتي اللي اسمه فورس فانتريكل. ده الفورس فانتريكل بيبقى شكله رومبويدال شيب اهو بالمنظر ده كده. طبعا حدوده التو انفيرو بدانكل من تحت والسوبيرو بدانكل من فوق، وبعد كده يطلع منه اكستنشن كده اسمه ريساس لاتر ريساس اوف لوشكا. دي عباره عن فتحتين شمال ويمين في الفورس فانتريكل، هتوصل السي اس اف اللي جواه بالساب اركانويد سبيس. طبعا الكلام ده بناخده في السي اس اف سيركليشن. طيب واحنا باصين على الباك بتاع البرين ستام شايفين ايه؟ واضح كده معايا على مستوى الميد بريم. كبر بس نعمل زوم كده عشان يبقى واضح معاكم. على مستوى الميد بريم من فوق في كولكيلاي واضحه جدا هنا، تو كولكيلاي سوبير انفيرو كولكيلاي. قلنا سوبير كولكيلاي دول ماشيين مع الفيجوال ريفلكس والانفيرو مع الاوديتري ريفلكس، وعشان يقدروا يتم الريفلكس ده بيتوصلوا بحاجه اسمها جينيكل بادي. لاترال جينيكل بادي مع السوبير كولكيلاي، وميديال جينيكل بادي مع الانفيرو كولكيلاي. الجينيكل بادي دي مش تبع البرين ستيم، تبع حاجه اسمها ميتا ثالامس تبع الداينسفالون. تمام. وبعد كده بشوف واحنا باصين على الباك بتاع، نوضح الرسمه بعد كده. ده كده بالنسبه لي هيبقى الاربعه كولكيلاي الباك بتاع المين برين، كان من قدام تو ستريبر بدانكل، هنا الاربع كولكيلاي. وبعد كده بنشوف اللي نازل ده عباره عن السوبير والسيربيلر بدانكل رايح يمشيك ورا في السيربيلر ده، طبعا اللي من جنب الميدل سيربيلر بدانكل. بعد كده نبدا نتحرك ونبص على تحت. طبعا المظله من تحت لانها الجزء الثالث بنشوف فيها ثلاث حاجات برضو. اول الفيشن معايا هو الفيشن ده، وده بتاع الجراسيل. بعد كده الفيشن بتاع الكونيت، واخر حاجه البدانكل رايح يمسك في السيربيلر. نفس الكلام جراسيل، نفس الكلام على الناحية التانية، يعني الكلام شمال ويمين تابكل الجراسيل، بعد كده الكونيت، بعد كده الانفيرو بدانكل بالمنظر ده كده. وده كده شكل الباك بتاع المظلة خلاص. طبعا المظلة فيها كلوزد وأوبن. الجزء اللي فوق هو الجزء الأوبن اللي هو الجزء ده كده، والجزء ده هيبقى تبع هيبقى هيشارك في الفلور بتاع الفورس فانتريكل. ده شكل البرين ستام والتفاصيل اللي واضحة عندي فروم ذا فرونت فروم ذا باك. الحاجة التانية، إيه علاقة البرين ستام بالسيربيلم بالمنظر ده؟ شكل الكوليكيلاي، شكل الفورس فانتريكل، بقيتوا متخيلينه؟ الحاجة التانية برضو المهمة، الإنتر بدانكولار فوسة اللي ما بين التو سريبرال بدانكل، وايه محتوياتها؟ البازل سالكس اللي ما بين التو سريبرال بيزيس بونتس بتاع البونز، الثلاث حاجات اللي موجوده على مستوى المظله. وهنا في الرسمه بيبين شكل البرين ستام بقى رسمه، عشان ناخد التفاصيل اهو من تحت لفوق. دي المظله، المظله فيها بيراميد واوليف وانفيرو بدانكل، بيراميد اوليف انفيرو بدانكل. كريان نيرف لما بتحب تطلع من المظله بتطلع من كده، من ما بين البيراميد والاوليف ده ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال، وما بين الاوليف والانفيرو بدانكل ده بيطلع رقم 9 و10 و11 طبعا على الناحيتين كل حاجه شمال ويمين تابكل. بعد كده على مستوى البونز انا عندي فيه بازل سالكس في النص بيمشي فيه البازل الارتري، وده البيزيس بونتس زي ما اتفقنا، وده الميدل سيربيلر بدانكل بهذا المنظر. على مستوى الميد برين ده التو سريبرال بدانكل راح يمسكه في السريبرم، ودي الانتر بدانكلر فصة بكل تفاصيلها ومحتوياتها. قلنا محتوياتها حاجه اسمها ماميلاري بادي وبوستيريو برفريتد سبستنس. ده كده التو ماميلاري بادي، دي البوستيريو برفريتد سبستنس بتبقى متخرمه كده، ده تبع الهايبوثالامس، ده كده ستراكشر طبعا الهايبوثالامس. اما بالنسبه بقى لو كبرنا الرسمه وبصينا عليها فروم ذا باك، برين ستام فروم ذا باك، احنا شايفين على مستوى الميد برين حاجه اسمها كوليكيلاي، اربع كوليكيلاي خلاص، ونازل التو سوبيرو سيربيلر بدانكل راح يمسكوا في السيربيلم. بعد كده ده الميدل سيربيلر بدانكل. وعلى مستوى المظله احنا بنشوف ايه؟ بنشوف طبعا اول اليفيشن على جناب الميد لاين ده الجراسيل، بعد كده ده الكونييت خلاص تراكت، وده الانفيرو سيربيلر بدانكل رايح يمسك في السيربيلم بهذا المنظر. الشكل اللي بدا يظهر عندي ده رومبويدال كده، ده شكل الفورس فانتريكل. يعني فورس فانتريكل تقريبا هيبقى ما بين السيربيلم خلاص، بس احنا السيربيلم هنا شايلينه، والبرين ستام فروم ذا باك باك لاننا شايفين الكوليكيلاي
بالتحديد الباك بتاع البونز والباك بتاع المظله الابر مظله مش كل المظله، ده هيمثل لي الرومبويد الفوسطة اللي هي الفلور بتاع الفورس فانتريك. وهنا بنوضح ازاي الفورس فانتريكل ما بين حاجتين، ما بين البرين ستام من قدام، بس البرين ستام هيمثل لي الفلور اللي هو الجزء ده، وما بين السيريبيلوم هيبقى بالنسبه لي الروف. وده كده زي ما انتم شايفين السوبيرو سيريبيلر بدانكل من فوق والانفيرو سيريبيلر بدانكل من تحت، خلاص. وده شكل الفورس فانتريكل هو محشور ما بينهم. طبعا الفورس فانتريكل لو ركزنا هنلاقيه الجزء ده بس، يعني الباك بتاع البونز والباك بتاع الابر مظله هو ده اللي هيمثل لي الفلور بتاع الفورس فانتريكل. زي ما انتوا لو ركزتوا هتلاقي ده الفورس فانتريكل، يبقى كده الميد برين ما شاركش خالص ولا الكلوز مظله اللور بورد بتاع المظله. وده عشان ناكد على ان في اربعه فانتريكل جوه البرين، ده عندي اللاترال فانتريكل واحد كله جوه السريبرم، ده الثيرد فنتريكل بيبقى في النص بالظبط ما بين التو ثالاماي، وده الفورس. بصوا شكل الفورس عامل ازاي، الفورس طبعا بيبقى موجود ما بين البرين ستام والسريبيلم، فهمنا ازاي، وبيبقى طبعا متصل من فوق بالثيرد فنتريكل على طريق الاكويدكت، ومن تحت بيتصل بالسنترال كناية بتاع المظله بالمنظر ده، ومن الجنب طالع منه تو رساس جبتين اسمهم لاترال رساس وفلوشكا، هيوصلوا السي اس اف اللي موجود جواه بالسب اركريد سبيس، ده طبعا غير الفتحه اللي موجوده في السقف بتاعه اسمها ميديان فورامين اوف ماجين.